أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، هو المستحق للحمد فهو المنعم الحق، وما يحمد به الناس ويمدحون عليه فباعتبارهم تولوا القسمة، وإلا فالمعطي هو الله جل وعلا، كما جاء في الحديث الصحيح: إنما أنا قاسم والله معط، إنما أنا قاسم والله معط. والله جل وعلا يقول للأغنياء: وآتوهم مما لله الذي آتاكم. فالبشر المال بأيديهم عارية، وضع في أيدي بعض الناس ليبتليهم ويبتلي بهم، ووجد من الناس من لا مال عنده ليبتلى، هل يصبر؟ الأول يبتلى، الغني يبتلى، هل يشكر ويستعمل هذا المال فيما يرضي الله جل وعلا، أو يكفر هذه النعمة فيجحدها ويجحد نسبتها إلى الله جل وعلا ويستعملها في ما لا يرضي الله جل وعلا، كما أنه يبتلي الفقير هل يصبر ويرضى ويسلم ويحمد الله على نعم كثيرة لا يستطيع عدها. يقول ابن عبد القوي رحمه الله: وكن صابرا للفقر والدرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره واحمده. لأن بعض الناس قد يبلغ به من الفقر والحاجة مبلغا عظيما، ثم إذا قيل له احمد ربك واشكر ربك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال: على إيش احمد الله؟ أنا فقير مدقع محتاج. لا يا أخي، ما تدري لو أن الأذن دخل فيها حشرة وطلب منك ما على وجه الأرض من أموال لبذلتها، لو احتبس فيك البول وطلب منك ما على وجه الأرض من المليارات من الذهب والفضة دفعتها. أليست هذه نعم؟ نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة نعم نعم لا تعد ولا تحصى. تصور أن أصبع من أصابعك، أصغر الأصابع عندك، صلب لا تستطيع أن تثنيه، ماذا يكون؟ من دون ألم تتأذى به أذى شديدا ولو لم يؤلمك. ولذا هذه النعم، لا يعني نعم المفاصل، نعم لا يقدر قدرها إلا من فقدها. تصور شخص الرجل عنده متصلبة لا تنثني، يواجه من العنت والحرج ما لا يدرك ولو لم يكن فيها ألم. ولذا يصبح على كل سلامة، على سلامة كل واحد منكم صدق 360 مفصل، تحتاج إلى 360 صدق. لكن الله جل وعلا لطيف، لا يكلف الفقير أن يتصدق بالدراهم وهو لا يجدها، كل تسبيح صدق، وكل تحميدة صدق، كل تهليل إلى آخر، ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى في مقابل 360 صدقة، ركعتان من الضحى. فعلى الإنسان أن يحمد الله جل وعلا وأن يلهج بذكره وشكره ولا يجحد هذه النعم، وإن كان يغفل عنها، كثير من الناس في غفلة تامة عن هذه النعم، لكن مع ذلك عليه أن يتذكر وعليه أن يشكر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.